بسم الله الرحمن الرحيم. اتشرفت بيكم النهارده كلكم يا جماعه ويعني زمايل. وانا اسمي احمد السيسي، بشتغل مدرس مرات وشرح في كلف معهد الكلف. والحقيقه المحاضره دي انا عملتها في مؤتمر بتاع جامعه الازهر. كان في ورك شوب كده انتندد للجونيور فرونت، فهي معموله على سكيل يمكن اقل من مستوى حضراتكم. انا عندي بعض مبادئ كده في العلم بالنسبه لي انا، يعني انا شايف ان الحاجات لازم تكون تو ذا سمبلست ليفل، انا رايي كده. وبعد كده الواحد يقدر بعد كده يقدر يبلد اون. المحاضره دي حوالي تقريبا 12 ل 13 سلايد، هتبقى حوالي من 13 ل 15 دقيقه، كل سلايد بياخد دقيقه دقيقه ونص تقريبا. هي المحاضره برضو انا ما بحطش الكلام، انا بتكلم. انا كاتب لكم في الاخر الايميل والتليفون والريفرنسز اللي انا جبت منها المحاضره، فما تحطوش اي حاجه من دماغه يعني. انا برضو بره الفيلد اوف داليسس، يعني دي داليسس بقالي مده طويله، فانا استفدت كتير جدا وانا بحضر المحاضره. يعني عاده احنا يعني بعد مده معينه في البراكتس، في الاول الواحد اول ما بيخش النيابه بياخد بيبقى ديبلي داليسس، وبعد كده حتى بعد كده بعد ما الواحد بيعدي مراحل معينه بياخد لاين. في ناس ترانسبلانتيشن تاخد ميديكال نفرولوجي، ناس بتبقى عايزه تمشي في الداليسس او كرونيك كيدني ديزيزز وكومبليكيشنز، لان النفرولوجي دلوقتي بقى كتير يعني بقى زحمه قوي. انيويز اتمنى ان المعلومه توصل بسهوله ان شاء الله. وانا هطلب منكم طلب ان احنا ما نكتبش خلاص، لان انا ما بخترعش وحضراتكم بتعرفوا تقروا احسن مني. واحنا الهدف ان احنا نكوميونيكيت مع بعض، احنا عايزين نغير بس طريقه الابريهنشن بتاعتنا او الكومبريهنشن في العلم، بدل طريقه التلقين والكتابه خلاص الى طريقه الفهم والاستيعاب. لان الحاجات اللي هنقولها ولو يعني لو معلومه واحده سكت تبقى احسن كتير. المهم احنا الحمد لله النهارده هنتكلم على الداليسيس ادكسي، وهنبدا نفهم احنا ايه الاوبجكتيفز بتاعتنا في داليسيس ادكسي. اي حاجه في الدنيا لازم يكون ليها ليرنينج اوتكم، يعني طالما احنا خارجين من المحاضره دي عايزين نخرج بحاجات معينه. فاحنا عايزين نخرج من بعد المحاضره دي باربع حاجات اساسيه. اول حاجه نعمل ديفينيشن كلنا نتفق عليه، يعني داليسيس ادكسي. سليم. الحاجه الثانيه نفهم ليه الداليسيس ادكسي مهمه، ايه اهدافنا يعني لو في اديكو داليسيس ايه الاهداف اللي نقدر نوصل لها. نمره ثلاثه نقدر نستخدم فورمولاز عشان نعرف نكالكيليت الداليسيس ادكسي. نمره اربعه لو في امكانيه ان احنا نقدر نتغلب على الليميتيشنز اللي وصلنا لداليسيس ادكسي يبقى اولا يبقى احنا كده عايزين نفهم يعني ايه داليسيس ادكسي ونقدر كلنا نقولها. يعني مش لازم ديفينيشن، يعني داليسيس ادكسي از لا، يعني كلنا نبقى فاهمينها. الادكسي دي كذا وبتتحسب بالطريقه الفلانيه وايه اهدافها وازاي نقدر نتغلب على الليميتيشنز اللي عندنا. طيب اول حاجه الديفينيشنز، وات از ادكسي؟ ادكسي دي بالانجليزي اتس ا ناون، والناون لو انتوا فتحتوا اي ديكشنري، انا جايب الكلام ده من الديكشنري على فكره، از ذا كواليتي اوف بينج ايبل تو ميت اي نيد ساتسفاكتور. يعني حضرتك لو انت قادر تحب ابنك بشكل كفايه، ابنك حس بحنانك، يبقى انت كده حنين على ابنك. خلاص؟ ذيس از ادكوت. سليم؟ خلي بالكم ان هنا في طرفين، طرف بيؤدي وطرف بيستقبل. الادكوسي بتيجي من الطرف المستقبل، لان ممكن الاداء ما يبقاش كفايه. خلاص؟ طيب يبقى دي الادكوسي، الادكوسي از ذا كواليتي اوف بينج ايبل تو ميت نيدز ساتسفاكتوري. سو واتس ان ادكوت؟ ايه ادكوت؟ ادكوت ايه هو الكفايه؟ ما هو الكافي؟ الكافي في الانجلش از ان ادجكتيف. خلاص؟ وات از ديفايند از انف فور ذا تاسك. ما يكفي لاداء المهمه. طيب ايه داليسيس؟ ده برضه من القاموس مش من كتب الداليسيس خالص. داليسيس هي سيباريشن اوف سبستنسز in solution by means of the unequal diffusion through a semi-permeable membrane. فهنا طبعا التعريف دقيق جدا رغم ان هو من القاموس الانجليزي. semi-permeable membrane ده ممكن يكون الغشاء البيريتوني، ممكن يكون الفلفل بتاع الغسيل، و unequal diffusion لان الديفيوجن is unequal، و separation of substances. سهل قوي، يبقى separation of substances unequal diffusion semi-permeable membrane. كلمتين مهمين في ادكوسي، ايبل تو ميت انيد وانف. كده دي اول حاجه نقدر نقول يعني ايه ادكوسي. طيب ليه ده؟
why should we care about dialysis in the hospital? Actually speaking, عيانين الـ renal failure, they do not enjoy the same quality of life as normal population. They enjoy much more less. المشكلة في الموضوع بتاع quality of life ده, يعني احنا لو فكرنا كده في الأهمية بتاعة الحياة, إن الواحد يتمتع بالصحة, سليم, أول حاجة أهدافنا كأطباء الحفاظ على الحياة, دي أول حاجة. تاني حاجة الحفاظ على الصحة. الحاجة التالتة هو تحسين الحياة. بالترتيب كده, الحفاظ على الحياة, الحفاظ على الصحة, تحسين الحياة. دي أهدافنا كأطباء أو أهداف البشرية عموما. سوري, لو احنا عملنا inadequate dialysis, المورتاليتي والموربيديتي والكواليتي اوف لايف والجودة, يبقى احنا كده فقدنا جميع اهدافنا كاطباء وكبني ادمين, يعني وما ادالوش اقل حقوقه ان هو ياخد السيرفيس او الميديكال كير الكفايه to keep his life, his health and his quality of life. So if you have that dialysis, an adequate dialysis, the patient definitely will enjoy a better quality of life, definitely the complication spectrum will be decreased and this will increase the life expectancy. يبقى احنا بأداء adequate dialysis قدرنا نحقق هذه الأهداف. طيب, عايزين قبل ما نبدأ نخش في الموضوع نوحد اللغة. يعني نوحد اللغة, يعني نتفق على definitions. الdefinitions دي the terms كلنا نبقى عارفينها, عشان لما حد يقول PCR يبقى عارفين PCR. شيبسي كلنا عارفين شيبسي لو أقص. فالPCR ده هو البروتين كاتابوليك ريت, وده بيتقاس بالجرام بير داي. ايه هو؟ لو احنا افترضنا ان عيان ما بيجيبش قول خالص والليفل اور نو يورين اوتبوت, هو ايكوال بالسم بتاع الدياليسيس والستول لوسس اوف يوريا بروتين اند امينو اسيدز. يوريا اند بروتين اند امينو اسيدز. وليه قلنا ان البيشنت وذ ليفل اور نو يورين اوتبوت؟ لان العيان اللي عنده يورين اوتبوت الموضوع بيختلف شويه, سليم. انما هنا لو افترضنا ان اليوريا اللي هي جايه من النيتروجين والبروتين اللي فيه نيتروجين والامينو اسيدز اللي هي الديجريديشن بتاع البروتين, كل ده نيتروجين في الاخر بيؤدي للنيتروجين لود في اليوريا. خلاص, فديس لوسس اللي هي البروتين كاتابوليك ريت ده تقريبا از رافلي ايكوال للبروتين انتيك لما يكون العيان ان ستيدي ستيت. يعني ايه ستيدي ستيت؟ يعني مش هايبر كاتابوليك ستيت. يعني مثلا العيان ده ما عندوش مثلا سيتسيميا, الموضوع هيبقى مختلف, سليم. اي عادي خالص, ما عندوش انفكشن, كويس, عنده ريلاتيفلي طبعا مش مستحيل ابسولوت, يعني بري دايلسيس بيو ان هي يعني مثلا بيجي كل مره بيو ان مثلا 100 110 90, هو اكلته ثابته وبيغسل نفس الغسله والدنيا ماشيه كويسه جدا 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 وما عندوش انفكشن وحالته الصحيه مش خطره, سليم. فنقدر نحسب البروتين كاتابوليك ريت, سليم. نشوف تقريبا هو بيبقى بيساوي البروتين انتيك في العين الستيت ستيت. وبعدين الكلمة المشهورة طبعا احنا كده عملنا ديفينيشن, يعني البروتين كاتابوليك ريت في تلات, ال KQ over V, وال K here stands for clearance, وال T is the time consumed in minutes in treatment in minutes. يعني جلسة مثلا 4 ساعات في 60 يبقى 240, في 5 يبقى 300 وهكذا. وال V هي volume of distribution of urea in the body, وده بسهولة كده يساوي total body water. احنا عندنا هذه اليوريا بتتوزع في الجسم, هتتوزع فين؟ هتتوزع جوه الدم, هتتوزع في الانترستيشال سبيس, هتتوزع في الانتراسيلولر سبيس. الميه تتوزع زي ما احنا عارفين 60% من الجسم ميه تقريبا, طبعا بيختلف من ميل لفيميل ومن طفل للكبير وكلام من, لكن جنرالي سبيكينج يعني رفع 60%, في شويه موجودين جوه الدم, شويه ما بين الدم والخلايا, وشويه جوه الخلايا. دي اسمها توتال بودي ووتر. فالفوليوم اوف ديستريبيوشن هي الديستريبيوشن اوف يوريا في الميه, فبتساوي توتال بودي ووتر في الاخر. ده الفوليوم, فوليوم اوف ديستريبيوشن هي 60%, بتحسب تضربي البودي ويت 60% يطلع لك كميه الميه. خلاص, يبقى احنا كده عرفنا ايه هي الكي والكيو والفي اللي احنا هنقعد نتكلم عليها لحد ما تطلع نفسنا دي. خلاص, ان الكي من كي كده كليرنس, تي تايم اوف تريتمنت, في فوليوم اوف ديستريبيوشن اوف يوريا ان بودي. اوكي, طيب الاثنين سلايدز اللي فاتوا دول احنا عملنا ديفينيشن للدياليسيس اديكوسي, والمفروض ان احنا فهمنا ايه اهدافنا من الدياليسيس اديكوسي. انا عارف ان انتوا شايفين الموضوع يعني يمكن فيري سمبل, بس الحقيقه هي كده, مفيش اكتر من كده. عندنا اثنين لسه هنخش فيهم ان شاء الله. طيب
الموضوع ده او السلايد ده سلايد كتير جدا، وانا الكلمه الصراحه بتاعت اليوريا كانت مودلز دي كلمه احنا كلنا بنقرا واحنا كمصريين الانجليش بتاعنا ضعيف وساعات بنحفظ، لكن انا قريت اليوريا كانت مودلز دي كتير جدا وكنت حافظها كده اليوريا كانت. لما جيت احضر المحاضره اول مره فكنت بقرا فاهم بقى انا هتسال، كنت بحضر وكان في اساتذه قاعدين فمش ناقصه يعني خلاص، فايه قعدت اقرا كده قعدت اركز في كل كلمه. يوريا مفهوم كاينتك يعني موشن، كاينتك يعني حاجه متحركه خلاص، ومودلز يعني معناها ان في كذا نموذج متحرك لليوريا، اليوريا بتتحرك بكذا نموذج معناها ان في كذا فاريبل خلاص، يبقى كذا فاريبل ده يخلينا نقدر نوصل لاهدافنا عن طريق التحكم في هذه الفاريبلز. الحقيقه ان الدايوسيس اديكوسي والكي دي اوفر في كلها بتدور حول الكلمه يوريا كايناتيك مودلز. انت بتعمل مانيبيليشن للدايوسيس اديكوسي باليوريا كايناتيك مودلز رغم ان هي ذكرت كده وبعد كده لا تذكر مره ثانيه، لكن احنا لو فكرنا كده في الاخر خالص احنا ازاي نقدر نحسب دايوسيس اديكوسي وفهمنا الموضوع نقدر نلعب باليوريا كايناتيك مودلز في حته خالص. ولما احنا قلنا الكي دي اوفر في clearance time of treatment volume distribution محطوطين هنا، معنى كده ان انا لو في الكليرنس استخدمت فلاتر اكبر او هاي افشنسي او هاي فلكس الدنيا تبقى احسن. ده كليرنس. طب لو انا زودت التايم اوف تريتمنت المفروض ده فاريبل تاني الدنيا تتحسن. طيب لو انا زودت الالترا فلتريشن فوليوم، ما هو الفوليوم ده حاجه من اللي بتتحكم في الفوليوم والديستريبيوشن ثيوري، المفروض ان ده تتحسن. طبعا هل يا ترى احنا نقدر نتحكم في هذه الفاريبلز اول ثرو؟ طبعا لا، يعني بس ممكن نتحكم في بعضهم بناء على العيان، يعني انا مثلا مش بيجي لي عيان زي 3 كيلو واربع ساعات و5 كيلو عشان احسب اكس في الباس احسب اكس في الهايبرتنشن. بس اني وايز احنا هنشوف احنا نقدر نعمل ايه من الموضوع. اوكي. طيب ازاي المواضيع دي بتتحسب؟ الحقيقه ما بقاش في حد بيحسب دايلس اديكوسي بالايكويشنز اللي احنا هنقولها، لان المكن كله بيحسب دايلس اديكوسي، والكمبيوترز والاندرويدز والتابلتس وكلنا معانا موبايلات في جيوبنا، والموضوع ببساطه جدا هتدخل كام رقم هيطلع لك. هو الموضوع ليه كالكوليشنز يا اما بالكمبيوترز يا اما بالماشينز نفسها. الكمبيوترز لو انت دخلت البري اند بوست دايلسس بودي ويت الترا فلتريشن فوليوم هيماتوكريت بري اند بوست دايلسس بي يو ام، في برامج كتير وكلهم هيحسبوا دايلس اديكوسي بكل الايكويشنز ويطلعوها لك وانت قاعد من غير دماغ. اول ماشينز لو انت دخلت البلاد بريشر والبلاد فلو ريت والدايلسيس فلو ريت والانترز والبادي ويت وبعدين البري والبوست دايلس برضه بي يو ان، في بعض المكان في بعض المكان بيستخدم الصوديوم وفي بعض المكان يعني في استخدامات كتيره جدا هو بيقيسها وبيحسبها خلاص وبيطلع لك الكي تي اوفر في. وعلى فكره اول ار اكيوريت سليم، احنا هدفنا في الاخر ان احنا مش ازاي نعرف نحسبها، ان احنا يطلع لنا فيجر ريلايبل نقدر نعتمد عليه ونكورليت مع البيشنت ونقدر نكورليت مع الستيج بتاعت العيان نشوف احنا ار وي دوينج ويل اور نوت، يعني هذا المريض از دوينج ويل اور نوت. اوكي. الحقيقه لما هم يعملوا الموضوع بتاع الداياليسيس اديكوسي ده لقوا وبدات الفكره لقوا ان في ليميتيشنز ولقوا ان في حاجات فاريبلز. وزي ما حضرتك بتكتب الدواء للعيان والعيان بياخد الروشته منك سليم، في فرق كبير ان العيان يشتري الدواء والعيان ياخد الدواء، لان في عيانين بيكتب لهم دواء صح وبيشتروا الدواء ما بياخدوش. فانت ممكن تعمل فيري نايس بريسكربشن لكن الديليفرد بارت من هذه البريسكربشن ما يوصلش، ففي الاخر النتيجه تبقى ايه؟ اناليسيس. اوكي؟ طيب ايه الليميتيشنز او ايه الحاجات اللي ممكن تكون لقد قال لك مثلا ان في انت بتحسب الكي تي اوفر بي او دالس ديكوسي مع بدايه الدالسس، لكن في بعض الاليمنتس انت مش واخد بالك منها، ان في اثناء هذه السيشن الاربع او الخمس ساعات اللي انت قاعدهم في يوريا جنريشن بتحصل. يعني انت حسبت البري والبوست خلاص، انت عملت فيري افيشنت دالسس ولقيت البوست دالسس عالي شويه، ده هيأثر على الكي تي اوفر بي دايركت يعني على طول. طب احنا في هنا عنصر بتاع اليوريا جنريشن في اثناء الجلسه، العيان ده كان بقى حاجات بنص كيلو لحمه كده خلاص ولا كيلو لحمه وقعد ياكل تمام التمام سليم،
وفي الاخر خالص ده مثال يعني خلاص في الاخر خالص بقى في ريجينريشن في اثناء هذه الجلسه ودي حاجه للاسف ما تقدرش تبي تيك ان تو اكاونت. طيب الفوليوم تشينج احنا قلنا ان الفوليوم اوف ديستريبيوشن في الميه في الجسم موجود في كومبارتمنتس. انا العيان ده جاي زي 5 كيلو ميه سليم فرحت جاي سحب 5 كيلو ميه على 5 ساعات وعيان قلبه كويس الحمد لله ومش هيموت ولا اي حاجه ان شاء الله سليم. فاحنا ال 5 كيلو ميه دول بيشكلوا قد ايه من التوتال بودي ووتر اللي فيه؟ اتس ا بيج برسنت يعني مش قليل يعني هو لو في 40 لتر ميه خلاص 5 منهم اتشالوا خلاص. واحنا اتفقنا ان البولينا او اليوريا اللي احنا بنقيسها خلاص عشان نحسب الالس اديكوسي عايمه في هذه الميه. يبقى احنا لما هنشيل 5 كيلو ميه دول سليم الفوليوم اوف ديستريبيوشن هيتغير سليم ودي حاجات بتبقى فيها مشكله عشان نقدر نوصل لل ديليفر دوز اوف دياليسيس. اليوريا جنريشن والفوليوم تشينج ده بيؤدي لهاير دياليس هاير بوست دياليسيس في ون وده بيديك لوور كي تي اوفر. لو تلاحظوا هنا ان انا عاملها يعني كده هنا هاير بوست دياليسيس في ون يؤدي الى لوور كي تي اوفر سليم. And this need, this may need correction. خليها كده يعني جنرالي ونتكلم عليها في الاخر. طيب لو جينا على الثانيه ده في بقى عندنا حاجه اسمها لو قال لك ايه؟ قال لك طب انت بالنسبه للعينه بتاعت البولينه دي اللي هي بعد الغسيل هتاخدها امتى يعني؟ وهتاخدها ازاي؟ يعني دلوقتي لو انت جيت خدت العينه احنا عارفين ان اليوريا حسب ما احنا اتفقنا على الفوليوم اوف ديستريبيوشن عايمه في الميه والميه دي شويه جوه الدم شويه جوه الخلايا شويه في الانترستيشن. طيب احنا بنعمل دياليسيس للدم وبيحصل اول ثرو اكوليبريشن يبدا يحصل شيفت. احنا قلنا ان في ان ايكوال ديفيوجن عموما ما بين السيمي بيرمنال ميمبرين اللي هي مش لازم يكون فلتر اللي هو من السيلز للانستيشن للانترافاسكولار. معنى كده ان انا بغسل اللي في الانترافاسكولار وبيحصل شيفت خلاص وبعدين يحصل ايكوليبريشن. This takes time خلاص عاده بضع ساعات ساعتين لسته خلاص. المهم اتعمل ليترشر كتير جدا في الموضوع ده في الاخر خالص قال لك ان ذا بيست سوليوشن ان انت تاخد الموضوع ده يبقى اول حاجه يبقى ستاندردايزد ايا كان عشان بعد كده واضح بس احسن حاجه ان انت تاخد نص ساعه بس لا نص ساعه ده ان براكتيكال تسيب ابره في ايد العيان نص ساعه او هتقعد العيان نص ساعه. فاتفقوا يعني في الاخر ان هم هيبقى ايا كان اللي انت هتعمله بس هي هو اتفقوا معظم الناس بتاخده في اخر خمس دقائق بعد الجلسه او قبل الجلسه بتهدي البامب المين سليم وبتنزل بالثوريت على الاخر وبتستنى شويه وذن 5 مينتس بتسحب العينه وبيوقفوا دياليسيس فلو عشان ما يبقى في دياليسيس عادي يعني بيوقفوا دياليسيس فلو كده احنا بنشتغل البامب شغاله بس خمس دقائق وبيسحبوا العينه. طبعا هي دي مش صح مش صح از نوت ذا بيست سوليوشن از نوت ذا بيست سوليوشن بس هي ذا بيست بوسيبل سوليوشن تمام. وده وهنا ظهر السنجل بول والدبل بول اكويبريت. السنجل بول معناها ان انا خدت بول واحد اللي هو البول بتاع الدم اليوريا خلاص بس اليوريا بول واحد اللي هو الدم. الدبل بول هو السيلز واليوريا خلاص. مين اللي مور اكيوريت؟ هو الدبل بول. يبقى السنجل بول ده نون اكويبريت والدبل بول ده اكويبريت. اكويبريت يعني حصل اكويبريت متفقين؟ طيب اوكي عشان كده اللور بوست دياليسيس بي وان لو انا خدتها من السنجل بول لازم بيتضرب في فاكتور ب 0.21 الحسبه يديك الدبل بول. يعني انت لما تيجي تحسب الموضوع ده سليم ببساطه شديده هم لقوا ان في حوالي 21% زياده في البولينه بتظهر بعد اميسر الكوليبريشن تقريبا يعني. فانت لما بتضرب في فاكتور مور 0.21 بيحصل لك الكوليبريشن. يبقى احنا عندنا هنا بالنسبه للبرسكرايبد احنا عاملين فردالس برسكربشن والديليفرد في شويه ليميتيشن ان في حاجات بتدي لور كي تي اوفر في اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي ريجنريشن وبولينج تشينج ودي محتاجه كوركشن وفي السنجل بول او النون اكويبريتد يوريا خلاص بتديك لور فوز دالسيس بي يو ان وتش از نوت يعني بتديك بولينا مثلا بي يو ان مثلا 30 وهي الحقيقه ان هي 40 فما تيجي تحسب كي تي اوفر في يديك كي تي اوفر في كويس جدا خلاص في الحقيقه هي مش كده سليم. فالتو فاكتورز دول مهمين جدا 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 عشان يبقى عندنا اكيوريت بي 1. طيب انا كتبت شويه ايكويشنز كده والايكويشنز دي السيكونس
ومش هتكلم على نمره ثلاثه لان انا شايف ان انا هرتاح خلاص، انا هتكلم على واحد واثنين واربعه وخمسه. واحد هي اليوريا ريدكشن ريشيو، ودي بتتحسب ببساطه، دي اكتر وحده بتتحسب، بتتحسب في كل الابيديمولوجيكال ستاديز، اللي هي واحد ناقص البوست داياليسيس على البري داياليسيس بي 1. واحد ناقص البوست داياليسيس على البري داياليسيس بي 1. سهله جدا. بوست داياليسيس بي 1 مع البري داياليسيس بي 1 وتحط واحد يطلع لك رقم. اللي بعدها بقى اسمها البرسنت ريدكشن يوريا، وطالما برسنت يبقى لازم اللي قبليها دي هتضرب في 100. خلاص؟ اللي هو يقول لك بقى ايه؟ 60 مش عارف ايه كلام ده. الكي تي اوفر في دي الايكويشن اللي مكتوبه في الكتب، طبعا زي ما انتم شايفين الايكويشن معقده جدا و يعني حاجه يعني هتخش في مجالات مالهاش لازمه. فالخلاصه هم طلعوا في الاخر تو ايكويشنز للكي تي اوفر في سليم بيستخلص بيستخلصوها من الحاجات دي، اللي هي دي 0.026 في البرسنت ريدكشن يوريا ناقص 0.46 او 0.024 في البرسنت ريدكشن يوريا ناقص 0.276. خلاص؟ لما بيحسبوا يعني احنا لما نيجي نحسب الكي تي وفي في نحسبه بايدينا كده من الاخر، هنحسب اليوريا ريدكشن ريشيو نضربها في 100 بقت عندنا خلاص، هنحط هنحفظ اي واحده من دول ال 0.46 مع ال 0.026 ونضرب وننقص. اسهل. لكن انتوا هتخشوا هنا بقى هنخش في دايلما، يعني هنا مثلا الالترفيكيشن هي الالترفيكيشن بوليمليترز، هنا البوست دايلسس ويت ان كيلو جرامز، الار اللي هي الريشيو، البوست دايلسس والبري دايلسس بي ال، يعني هتخش الموضوع في كالكوليشن صعبه وعايز ساينتفك كالكوليتر وده مش مجالنا يعني. فانا اي دو ريكومند ان احنا يبقى عندنا اليوريا ريدكشن ريشيو والبرسنت ريدكشن يوريا، وواحده من الاثنين دول هتبقى مور ذان انف. طيب هل يا ترى احنا كده قدرنا نعمل حاجه من التو سلايدز اللي فاتوا دول؟ المفروض ان احنا كده عملنا ري انفورسمنت للكونسبت بتاع الداياليسيس اديكتسي ديفينيشن، وعملنا كذا فورمولا عشان نقدر نحسب الداياليسيس اديكتسي. طب الموضوع ده ليه ليميتيشنز؟ بس مفيش حاجه في الدنيا مالهاش ليميتيشنز. Nothing is absolute. اي حاجه في الدنيا لازم يكون ليها ليميتيشنز. للاسف الكي تي اوفر في وكل الايكويشنز دي ليها حاجات معينه بتستخدم فيها. يعني احنا لو جينا مثلا جبنا واحد راجل تخين جدا عنده مور من اوبيستي، خلاص هل الايكويشنز دي ويل ابلاي؟ للاسف لا، ويل نوت ابلاي. خلاص لان الفوليوم ديستريبيوشن هنا يختلف تماما. خلاص ويل نوت بي ابلاي. هل يا ترى انا اقدر اقول ان انا لو بحسب البلاد فلو ريت لعيان مثلا وزنه 200 كيلو، ولو احنا بنحسب الباك فلو ريت مثلا بنضربه في 4 او 5 او وات ايفر هديله همشي الفامب على 1000 نويل، صح؟ طيب البروج رينج اوف كي تي اوفر بي ده ممكن يتشال ليه؟ لان اليوريا ريدكشن ريشيو في 10% من الحالات، يعني في 90% الايكويشنز دي واللي دي ابلاي، في 10% هتبقى ان اكيوريت. الفاريابيلتي دي ممكن تكون ان اليوريا ريموفل مع الالترا فلتريشن فوليومز الكبيره بتتغير، ممكن تكون نتيجه ان الالترا فلتريشن ريت العالي ممكن يزود الكي تي اوفر بي بفاكتور 0.2. الايكويشنز دي ويل بي كورليتد فاريبلي ويل لما يكون الكي تي اوفر بي والبروتين كاتابوليك ريت ار ان ذا اكسبكتد رينج. يعني لو احنا مثلا جبنا واحد احنا قلنا ان البروتين كاتابوليك ريت ده ايكوال السم بتاع اليوريا وبتاع الاوامينو اسيدز وبتاع البروتينز، بياكل بروتينات بياكل 2 كيلو لحمه في اليوم. هل يا ترى ده بروتين كاتابوليك ريت متوقع؟ unpredictable، ده مستحيل. خلاص فدي حاجه وده فاكتور احنا مش قادرين مش قادرين نحكمه وما نعرفوش. خلاص فاحنا بنتوقع ان معظم البشر او 90% هم بياكلوا طبيعي سليم حسب الجايد لاينز اللي احنا قلناها اللي هو البروتين العادي بتاع الداياليسيس. طيب لما الكي تي اوفر في بيبقى بوينت بتوين 0.7 ل 0.3 ل 1.3 قصدي، ولما بتكون الداياليسيس سيشن ما بين 3 ل 5 ساعات، ولما بيكون التوتال بودي ووتر من 50 ل 60% سليم، الكي تي اوفر في ده هيبقى ابلايد. لو احنا جينا قلنا ان التوتال بودي ووتر مثلا في الاطفال بيزيد يوصل ل 75 و80% يبقى هنا الكي تي اوفر في از ان اكيورت، لان التوتال بودي ووتر زاد. لو قلنا ان العيان ده بيغسل مثلا نوكتورنال داياليسيس فور 8 اورز سليم،
في عينين كده برضو كيتي اوفر دي هتبقى ان اكيوريت. فهي الريليشن كلها انت بتبقى عينك الكوشن دي بتبقى ابلايد ويل في العيان اللي بيغسل من 3 ل 5 ساعات. طبعا 3 ساعات ده غلط بس هو حاجه ليها علاقه بالكيتي اوفر ما لهاش علاقه بالمفروض يحصل. ولما بيكون التوتال بودي ووتر في الطبيعي زي معظم الناس اللي قاعدة. فدي ليميتيشنز بتحدد هذه الايكويشنز. طيب في تارجتس وفاريانتس، هل يا ترى الكي تي اوفر بي ده المفروض ان هو يبقى متغير او غير ثابت؟ ثابت الحقيقه ان هل المفروض ان انا ازوده في بعض الناس عن بعض الناس؟ الحقيقه ان الابحاث والافيدنس يعني بيقول ان تحسين الكي تي اوفر بي في الفيميلز بيقلل الموربيديتي والمورتاليتي. في الميلز ما حسنش الموربيديتي والمورتاليتي، بس انا هكلم الكي تي اوفر بي هقول الارقام، يعني معناها مش معناها ان يبقى في ان اديكوداليسيس، معناها ان في فاري جود اديكوداليسيس. لكن لما توصل مثلا من الكي تي اوفر بي من 1.2 1.3 1.7 في الفيميلز ده بيقلل الموربيديتي والمورتاليتي في الميلز. ده الحقيقه برضه ان في الافريكان امريكانز او البلاك بوبيوليشن ما فرقتش خالص. الحاجه اللي انا لما قريتها الصراحه واستغربت لقيت ان الريكومنديشنز لما يكون عندي عيان عندي ريزيديوال رينال فانكشن، يعني انا شخصيا يعني كنت بعمل فيري كنت اسس عيان بيجيب بول ما بيجيبش بول ما بيجيش ضعف انا بغسل له كويس، يعني العيان يطلع جايز التنامي التمام. الريكومنديشنز ان التارجت كي تي اوفر في الويكلي تارجت 2. احنا وير تارجتنج هنا 1.3 1.6 معظم الليتر. فتخيل العيان اللي بيجيب بول، العيان اللي بيجيب بول لسه عنده جي اف ار مثلا 8 9 10 11 12 الحته دي، يعني خلاص ده العيان ده المفروض تديله لور تارجت كيت اوفر دي. ولقوا ان ده بيحسن كل حاجه. طبعا انا فور مي انا كنت معتقد ان انا لما اغسل له احسن واديه بقى زي الراجل الثاني سليم يبقى ده هيبقى احسن، هياكل احسن ويشرب احسن. الحقيقه ان العيانين دول لما غسلوا احسن المورتاليتي والموربيديتي والكواليتي اوف لايف بقت اوحش. الحقيقه هم مش عارفين، وفي الطب في حاجات مالهاش تفسير، يعني احنا مش فاهمين ليه ده، يعني انا اعتقادي الشخصي كان كده، لكن الاستاذ اللي اتعملت على الاف المرضى يعني وانا هكتب لكم الريفرنسز تراجعوها منين، لقوا كده، لقوا ان التارجت كي تي اوفر في العيان اللي عنده ريزيدوال كي تي فانكشن يبقى حوالي 2. طيب هل في بقى طريقه نحسن بيها الاديكوسي والدايلسس؟ الحقيقه احنا في مصر عندنا حجه اصل احنا الفلوس وما عندناش بلد كويسه وما عندناش ريسورسز، وده مقبول وغير مقبول. خلاص لان احنا كدكاتره المفروض يكون عندنا تولز نقدر نستخدمها نحسن بيها الموضوع. الحقيقه التولز دي للاسف هتبقى على عاتقها، يعني احنا اللي هنبذل مجهود شويه يعني نفعل شويه. طيب احنا اتفقنا ان الحاجات اللي ممكن نصلحها بما ان احنا في مصر، بره مصر العيانين كلهم انشورد، الفلاتر كلها كويسه، كله بياخد الريفر بروتين، الحياه بقى سليم. هنا عيان الفلاتر رخيصه كلها لو فلوكس مساحات صغيره، بس الحقيقه يعني الابحاث لقت ان العيانين اللي غسلوا بلو فلوكس وهاي فلوكس فلترز ما فرقتش تقريبا لا في الكواليتي اوف لايف ولا في الموربيديتي والمورتاليتي، كان بوينت فرقت حاجات ثانيه سليم. ولما لقوا ان العينين اللي غسلوا هيمو داياليسيس وهيمو دايفلتريشن برضه ما فرقتش في الثلاثه اند بوينتس، فرقت حاجات ثانيه. يعني لو فكرنا في المورتاليتي والموربيديتي والكواليتي اوف لايف ما فرقتش خالص. في حاجه اسمها هيمو ستادي، استاذ كبيره جدا 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 اتعملت على الاف مرضى الدياليسيس، وفي ناس منهم غسلوا هاي فلوكس وناس غسلت لو فلوكس وناس غسلت فلتر كارير وفلتر صغير وناس ما فرقتش. المهم ان انت توصل للتارجت كي تي اوفر، لو وصلت للتارجت كي تي اوفر دي سليم من 1.3 ل 1.6 انت كده يا دوبك فاين. طيب احنا نقدر نعمل ايه يا جماعه؟ احنا عندنا يا اما مشاكل في الفلو، يا اما مشاكل في الكليرنس، يا اما مشاكل في التايمنج. في حاجات نقدر نتحكم فيها، ممكن نبردل نفسنا شويه ونزود العيان الوقت شويه، بدل ما العيان كلهم بيغسلوا الواقع المصري 3 ساعات 3 ساعات ونص نوصله ل 4 ساعات ونص. الدياليزر هل يا ترى الدياليزر السيرفيس اريا هتفرق معانا؟ طبعا هتفرق معانا.
لكن مش لازم نجيب هاي فلكس ريل، لكن ممكن نجيب سيرفيس ايريا جديد خلاص هتفرق 2 3 جنيه. خلي بالك ان انت لو زودت الوقت للعيان بما ان احنا بنستخدم برايفت سيكتور يعني برايفت سيكتور واديته نص ساعه الفلتر هو هو والهبارين هو هو والدكتور هو هو والممرضه هي هي والكهرباء بتاعت الوحده هي هي اللي هيزيد شويه داين زيت ب 5 جنيه مش 5 جنيه 3 جنيه يعني التكلفه الفعليه كفلوس بالجلسه بتزيد 3 جنيه والاديكوسي هتبقى شيفتد لو شيفتد من 1.1 ل 1.3 انت وصلت لتارجت عالي خلاص. طبعا البلاد فلو ريت معظم الناس بتستخدم بلاد فلو ريت اقل من المفروض يستخدم كلاسيكال سبيكينج الادلتس اللي في البادي ويت الطبيعي المفروض البلاد فلو ريت يبقى من 300 ل 450 احنا في مصر للاسف بنستخدم 200 و250 و300 ده يعني مش كويس قوي في ميس كونسبشنز ان العيان اللي هيغسل ببلاد فلو ريت قلبه هيتعب الحقيقه بس احنا عايزين نكسبه كده ان هي ملي بير ملي ملي بير ملي يعني الملي اللي طالع هو الملي اللي داخل هي الفكرة ان انت في اول الجلسة بتبتدي بالراحة وبتزود جراديولي خلاص لكن طول ما انت بتزود بالراحة بعد في خلال ربع ساعة لو وصلت 350 380 400 طالما الفيستولا مستحملة سليم وطبعا ما يكونش عيان مثلا عنده سيفير هارت فيلير ويغسل من الكرنيكات يعني انا قصدي عيان العادي الطبيعي سليم مش هيحصل حاجة خالص برضه في مسكونسبشنز ان العيان لما يغسل على بمب عالية هيحصل له هيبوتنشن البوتنشن ملوش علاقه خالص بالبلاد بامب ليه علاقه بالالتريفيكيشن ريت ليه علاقه بالتمبرتشر بتاع الماشين كلكم حضراتكم عارفين الكلام ده. طيب ده زيت فلوريت هل تزويد زيت فلوريت ممكن يزود الادرنس الليكوسي بالطبع؟ احنا كلنا بنشتغل في مصر على زيت فلوريت 500 والمكن بيقدر يدينا لحد 800 الحقيقه ان العلاقه علاقه مش لينير او مش علاقه طرديه لكن في تحسن يعني احنا لما بنوصل بنزود الداليزيت فلوريت كل ما بتزوده الداليزيت الليكوسي بتزيد بس مش لينير العلاقه مش لينير يمكن الكيرف يكون عامل كده بقصد ان هي بتزيد بس مش بعلاقه طرديه لكن اي سمول جين فايده. طيب هو الداليزيت فلوريت ايه؟ شويه ميه من حطه الميه اللي شغاله اوريدي سليم وشويه داليزيت ب 3 4 نيبر مش هتزيد عن كده والاكسس الاكسس احنا كلنا كتشي من الاكسس اف ات از اوكي اور نوت وانا هقول لكم على كلمه واحده بس في حكايه الاكسس دي الفينوس بريشر لو حضرتك عندك جود فينوس بريشر معناها ان الفيستولا دي ساكت انت عايز ايه فيستولا بتديك فلو ومهما المفروض ده انا ريزيستنس فالفلو الفيستولا الريديال غالبا بتديك فلو من 500 ل 800 البريكيو كفالك بتديك من 800 1500 البازيليك بتوصل لحد 2000 الجرافتات بتبتدي من 3000 او من 2000 ممكن تعرف. طبعا لو قدرنا نريبليس الدياليسيس كاترز البيرميكاترز بالمهولكرز اكسس طبيعي الفيشنس اوف دياليسيس بتزيد 25%. لو قدرنا نستخدم اكسس وبقينا بنبص اتعودنا ان احنا زي ما بنمر عليه بنقيس الضغط وبنمشي مع نسيبهم نبص على الفينس بريشر. الفينس بريشر مش مفروض يعدي من 200 مش مفروض لو عدى 200 ده معناها ان هذا الاكسس از نوت وركينج بروبرلي وفي ستينوسس في مشكله في الانسرشن اوف ذا نيدلز في مشكله خلاص بيتعملوا دوبلر بيتعملوا فيستولوجرافي ريدو فيستولا حتى لو الفيستولا شغاله لان احنا كده الانتريكو دايليسيس بنأثر على حياتي. لو احنا عندنا جود دايليسيس اكسس بيدينا فلو كويس الفينس بريشر از جود يبقى نقدر نزود البومب زودنا الدايليسيت فلو ريت زودنا البلاد فلو ريت دي الحاجات بتاعه سوري الدايلس يبقى احنا دي الحاجات في ايدينا. طبعا لو احنا في مكان يقدر يدينا ثلاثه الاحسن يبقى مع الكلام ده يبقى جميل. السلايد الاخرانيه دي بتاعت الكي تي والفلو اعتقد هي فولفيلنج هاو تو اوفركم الاوبستكلز فور دايلسيس اديكوسي وفي الاخر خالص انا عايز اقول لنا اقول لكم للاسف ان all of us having delusions of this it is delusions لان الحقيقه المره ان enough is normal enough is what I needed enough is not only what my physician think احنا
كلنا بناخد الموضوع من وجهة نظر، محدش فكر ياخدها من وجهة نظر المريض. المريض عايز يبقى طبيعي، المريض عايز ياخد اللي هو محتاجه، المريض عنده اعتبارات اخرى غير اللي الدكتور بيحسبها، الدكتور ما بيحسبش الحمد لله. ففي الاخر انا رايي ان there is nothing such cool as the adequate analysis. الريبليسمنت التعويض is not enough. الصاع الصناعيه ليست صاع طبيعي. للاسف الترانسبلانتيشن is barely enough. It is not enough. You're taking immunosuppression, you're subjected to a spectrum of complications. لكن احنا مش عايزين نبقى متشائمين يعني ونفقد الامل ان شاء الله في ستيم سيل ثيرابي في تيشو انجينيرنج، ويمكن ربنا ييسر الامور ويبقى في adequate replacement in the future. في الاخر اتمنى ان يكون البرزنتيشن البسيطه دي ذا لايت هاوس. This is the light house. This is not the analysis that you see. احنا محتاجين نقرا، واتمنى ان المعلومات تبقى delivered. It's not prescribed. وفي الاخر خالص thank you very much. انا اسمي احمد السيسي وده الايميل بتاعي الموبايل، وانا بكتب البرزنتيشنز دي من الهيمو ستادي والناشونال كوبتيف داناليسيس ستادي داتا. ثانك يو فيري ماتش فور يور ليسننج. شكرا. وانا مستعد لاي اسئله ان شاء الله. شكرا. معلش الكي تي على الكي، احنا الكي تي اوفر بي ثلاث حروف ستاندينج فور كي كليرنس، بدل السي بقى كي. T هي time of treatment، ال V هي volume of distribution. time of treatment ده بيبقى بالدقايق، والكليرنس ده تقدر تجيبه حضرتك من الفلتر نفسه، الفلتر بيكون مكتوب عليه كليرنس، يعني مش محتاجه ما فيهاش اي صعوبه خالص. وبالنسبه لل volume of distribution هو بيساوي total body water، والtotal body water دي حضرتك تحسبها بسهوله جدا، عباره عن البادي ويت في تقريبا 60% او 55% ميل او فيميل، خليها 60% وخلاص عشان تبقى سهله. اوكي. لكن الوحيده ملهاش كله، يعني هي جزء من المنظومه كلها زي ما بتروح من الكلينيكال ولاب وفي انا لسه هتكلم في النقطه دي، بس انا هقول لكم على شكر بس بعد ما الناس تخلص اسئله هقول لكم انا بعمل ايه بقى. هو اخد 21% في بي ار ام اللي هي بيرسنت ريدكشن يوريا، بي ار يو بيرسنت ريدكشن يوريا، اللي هي عباره عن اليوريا ريدكشن ريشيو اللي هي بتتقسم واحد ناقص البري داناليسيس على البري داناليسيس، خلاص على البري داناليسيس ده على ده واحد ناقص يديك رقم، ده اسمه اليوريا ريدكشن ريشيو. لما تضرب اليوريا ريدكشن ريشيو في 100 يبقى دي اسمها البرسنت ريدكشن يوريا، خلاص؟ يعني انت بتحول اليوريا ريدكشن ريشيو لبرسنت عشان تقدر تحطها في الكويشن بعد كده. يعني سنه كنت راح من حضرتك تحت السلايس اللي قبل الاخيره ستيم سيل، ده اللي بدات اديها ستيم سيل والانجينيرنج او التيشو كالتشر، هل في المستقبل حاجه بالنسبه للكيدني؟ بص حضرتك، يعني اتعمل شغل كتير، يعني انا مش خبير في هذا المجال يعني، لكن اتعمل شغل كتير على ستيم ثيرابي، وحتى دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها سكافولدنج، بيجيبوا الاورجن يفضوه من كل الخلايا الغوات ويخلوا السكلتون بتاعه ويفيوز بستم سيلز، والهارت اتعمل يعني الهارت اتعمل فيه حاجات، الليفر فيها بروجرس جامد جدا في الستم سيلز. حتى هذه اللحظه على حد معلوماتي يعني ان مفيش بروجرس عنيف في الكلى، لان الكلى از هايلي بليمورفيك والخلايا كتير جدا. يعني انت لو شفت عدد الخلايا وانواعها في الكلى حاجه فظيعه. لكن يعني مؤتمر رموزي مؤتمر ايرا ايرتا اللي محاضره على الكونستراكشن اوف كيدني برونو كيدني، فهي ما زالت قايمه البحث البيزك يعني في الانيمال، لكن في اليوم لسه لكن في المستقبل ايه اللي هيحصل الله اعلم، بس في بروجرس يعني حضرتك في كل مؤتمر بتلاقي حاجه في بروجرس، لكن ما زالت قايمه يعني احنا بنقول ان ذا فيوتشر وي هوب ان هو يبقى نير فيوتشر، بس النير فيوتشر الموضوع ده هيبقى 20 30 سنه يعني. يعني التولرنس مثلا في لا ده خالص، لا التولرنس ده من بقى له 30 سنه بيقول تولرنس، وقتها ده مش تولرنس يعني، لا ده يعني مش حاجه يعني. لسه جايين النهارده على نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن حاجه حلوه قوي، اللي هي كومباين بين البومر ترانسبلانت. الكلام ده يعني شغل حلو. لا بس في النهايه في 30 عيان في ميونو سبريشن دلوقتي عندهم، 30 عيان في ميونو سبريشن بعد سنه ونص يعني انجاز.
يعني هنا المشكلة يعني عشان ما نخش من الخوف موضوع تاني يبقى نسيب نأجل القصة وقت تاني. أسئلة تانية في الأخير خصوصي. بالنسبة لعندهم يورنيشن أو ريزيد وقتين في الفترة فده قلت لأيامها كانت كبيرة متأخر. يعني هلعب في الطايم مثلا أقل من الطايم مثلا 100 أو 200 أو 300 يعني مش أنا هقول لك أنا فهمت سؤالك يعني ما شاء الله هي يعني هو فكرة كلها إن أنا وأنا بحضر المحاضرة دي أنا استغربت إن أنا لازم أقلل التارجت كي دي أوفر في للناس اللي بيجيبوا جول وعندهم جي فور سليم ولقيت ان هم ريكومندنج ان التارجت كي تي اوفر في يبقى 2 خلاص. طيب حكايه ان انت ازاي تقدري تعمليها مش مكتوبه يعني لما قريتها اتس نوت دون لكن التارجت كي تي اوفر بما احنا اتفقنا ان هو تايم ودياليزر واسمه ده بوليكو ديستريبيوشن تايم اوف ذا تريتمنت سيشن او التريتمنت تريتمنت تايم او مش بالدور ودياليزر وفوليوم ستريتر لسه في ثلاثه. الحقيقه ان الموضوع مش لازم يكون رغبتك انت عايزين نفكر فيها ان هو ممكن يكون رغبه العيان. طب انت حضرتك تفضل ايه؟ يعني ممكن نحتاج من العيان شويه نقول له حضرتك تفضل ايه؟ انت دلوقتي المراجع الطبيه بتقول ان انت التارجت كتير اوفر في مش هيبقى زي المرضى دول انت هتوصل للمرضى دول هنوصلك ليه بس مش دلوقتي انت لسه عندك جي بار حلو او لسه عندك معدل اخراج تحب نخليك مثلا مرتين في الاسبوع بدل ثلاثه ولا تحب تيجي ثلاث مرات في الاسبوع وتعمل ثلاث ساعات ولا تحب طبعا انت هتحط له فلتر صغير كده كده يعني عشان توفري فلوس للناس اللي تانية تديهم فلتر كبير لان هو مش محتاج خلاص. طب هل يا ترى العيان ده اللي عنده جي اف ار وبيجيب بول بيديفلوب هايبركاليميا مثلا بسرعه فطبعا مش هتديله مرتين تديله ثلاثه فاهم قصدي؟ يعني اتس انديفيديوال انت يو انديفيديوالايز هي ما فيهاش جاي لاينز انت هتعمليها على حسب العيان عايز ايه واحسن حاجه ليه ايه للعيان ده تمام؟ لا انا بتكلم هنا الدكتور بيز اللي انا اعتمد عليه لا لا انا من الاوبشن بتاع العيان احنا بنتكلم هنا الدكتوره سالت سبيشالست بنتكلم على عيان عنده جي اف ار والتارجت كي تي اوفر في اكوردنج ريكومنديشنز اثنين في الاسبوع انما العيان الثاني الدراسات بتقول انه يوصل اقل احسن تمام. فهو دلوقتي حضرتك احنا فيها انا اعتقد الكلام ده هو بقى في له ابديت بعد ما اتنشط الايرلي فازوسليت داليسيس لا انا بتكلم على ما انا واخد بالي وبعد ما اتنشر الداتا انا بتكلم عن المريض اللي حط المعدل ايه؟ ما عندناش بنفس الباتري زي الاول يعني ما عندناش بنفس في جي اف ار 10 ملي بالمل زي الاول اللي قيس كان عيان سيمتوماتيك اذا كان عيان سيمتوماتيك وعنده هايبر كاليميا او اسيدوس وحاجات زي كده احنا بنفترض دلوقتي ايه القيمه في راي العيان؟ القيمه الطبيه ليا انا بعمل ديسيجن لا هو مش القيمه الطبيه هو احنا ولا سياسه؟ لا 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 خالص والله لا بس اسمعني هو انت انا هقول لك ستيتمنت موجوده في الميديكال اثكس في الميديكال اثكس the patient believes that his doctor is in his best interest. لو انت قلت العيان ستة مرة طيب بعد ساعات هيسمع كلامك بس انت بما ان انت عارف ان العيان ده مش هتفرق ان هو يكمل الاربع ساعات فانت بتديله الاوبشن احترامك للمريض وتحقيقك لرغباته اللي هي لن تضر بي وهتحقق النتيجه ده هدف حمزه مالهاش دعوه بالقيمه الطبيه سيكولوجيكال يعني انا بشكرك على هذا الحد دكتور هاني دكتور هاني منتظر بعد فتره والله العظيم مره فانا ايه فيكتفي بالدسكشن ديت انا هقعد واستنى لحد ما الناس دكتور هاني يخلص وبعدين مزيد من الدسكشن ممكن يبقى مع دكتور احمد انديفيدوال او على الايميل معاه أنا لكن انا لازم اعلق على النقطه اللي حضرتك اثرتها احنا مش هناخد منها توصيات ان احنا عيانا نغسله مرتين بس كله اتليست ثلاث مرات واتليست اربع ساعات في الجلسه اللي اذا كان انتجريتنج الساعه الاخيره اديله جلسه زياده لان احنا في الغالب العيانين اللي عندهم دايلس ما بقاش عندهم سفشنت ريزيرفر كيدني فانكشن يبقى ما فيش حاجه اسمها نقص مرتين او نقص ساعتين ده سبيشال سيتويشن